سلام المسيح لكل مشاهدينا الأحباء على البث المباشر اليوم على قناة الحياة وعلى صفحاتنا في الفيسبوك وعلى اليوتيوب أيضا. برحب بكم جميعا في حلقة مميزة جدا اليوم. النهاردة عايز أفكركم أن احنا بنتقابل معاكم من الاستوديو على بث مباشر، فتقدروا أنكم تتصلوا بينا على كل أرقام التليفونات المتاحة، أيضا على الواتساب لأنه ده اتصال مجاني. لكن النهاردة يعني أنا برحب بيكم تسمعوا معانا اختبار، رحلة، رسالة لعابر جديد، هو مش عابر جديد يعني، ولكن هو جديد على برنامج المرأة المسلمة وقناة الحياة، انه يكون النهاردة معايا لأول مرة عابر من ليبيا. اخونا العابر اللي من ليبيا النهاردة هيشارك معانا رسالة، فاسم حلقة النهاردة هي رسالة عابر من ليبيا. كل واحد من العابرين بيبقى عارف انه الله عمل اعجازي في حياته، وبياخدنا وقت شوية على بال ما نعرف رسالتنا، دعوتنا، نعرف نتكلم عن محبته في حياتنا، نعرف نتكلم على العظائم والعجائب اللي بيعملها في حياتنا. غالبا احنا بنكون يعني عندنا حالة اندهاش من التغيير الجذري اللي ربنا بيعمله في شخصياتنا وأفكارنا وحياتنا والتغييرات الكتيرة اللي بنمر بيها. فعلشان كده بياخدنا شوية وقت على بال ما نعرف نحكي الحكاية. الحكاية دايما زي ما بقول لكم في كل اختبار وكل شهادة هي حكاية الرب يسوع، قصة محبته وقصة سلامه وخلاصه المقدم للجميع. خلوني أرحب بأخونا شادي، أول عابر رجل من ليبيا يقدم شهادته لمحبة المسيح في حياته على برنامج المرأة المسلمة وقناة الحياة. أهلا بيك يا شادي. أهلا حرام. أنا برحب بيك النهاردة وسعيدة أنه يكون عندنا فرصة أننا نسمع شهادتك اللي عمله المسيح في حياتك. على فكرة يا شادي، أنا برضو أول عابرة حكت اختبارها على قناة الحياة من ليبيا هي الأخت مارينا، ويعني كنت سعيدة أنها تشارك اختبارها ولينا بيها علاقة طويلة، وبشكر الرب من أجل حياتها وخدمتها وشهادتها للرب أيضا. شادي، ايه اللي خلاك تبقى عايز تشارك اختبارك اليوم مع المشاهدين وخاصة على برنامج المرأة المسلمة؟ انا ناشط حقوقي و يعني ناشط حقوقي نسوي، وطول الوقت بطالب بحق المرأة يعني، فكان اكثر ومؤمن مسيحي، فأكثر برنامج لقيته بيتكلم عن المرأة هو كان برنامج المرأة المسلمة. مش هيك اتكلمت يعني، تواصلت مع المرأة المسلمة لأنه هو مرأة ومسلمة وأنا عابر ونسوي يعني، فهمتيني؟ طيب احنا، انا سعيدة، يشرفنا طبعا انك تشارك اختبارك معانا على برنامج المرأة المسلمة. هنتكلم اكتر بالتفصيل عن النقطة دي ونشارك المشاهدين بعملك واللي ربنا وضعه على قلبك، بس الاول خلينا ناخدهم في رحلة حياتك عشان يتعرفوا عليك ويتعرفوا على اللي عمله ربنا في حياتك. انت ليبي ولكن ايضا مصري، مش كده؟ مظبوط. طيب نص ليبي نص مصري. طيب انت، انا طلبت منك انك تكلمنا باللهجة الليبية طبعا، لكن سهلها لنا شوية عشان المصريين كمان يفهموا. اوكي، يعني هتكلم ليبي وهتكلم مصري. خلاص. هتكلم لغة عربية لو حابة. لا حلو، احنا عايزين شعبك وارضك يسمعوا بلغة قلبهم اللهجة الليبية الحبيبة. خلينا نبتدي معاك خطواتك الأولى في الحياة. كلمني شوية عن أسرتك وعن نشأتك. أنا ولدت في ليبيا في أسرة مش مسيحية، أسرة مسلمة، وكيف أي واحد يعني كيف أي واحد في ليبيا
يولد في ليبيا يتربى تربية إسلامية ويتعلم تعليم إسلامي ومواد شرعية ودار تحفيظ قرآن وحاجات زي كده يعني. فدي كانت شكل التربية، لكن شكل النشأة عفوا. لكن في الوقت اللي كنت بتصادم فيه مع أبويا، لأنه في التربية في طفولتي كان أبوي كان واعر وكان صعب في الطباع، وكان يعني ما يتفهمش بالكلام، كان ديما يضرب وديما يسب ديما يلعن هيك يعني. فكان تفضلي. يعني انت بتقول ان والدك كان قاسي، ما بيستخدمش الكلام، بيستخدم ايده. احنا في مصر كده يقول لك ما عنديش كلام، انا استخدم ايدي. انا عايز اسالك، هل والدك كان شخص متدين؟ عفوا. هل والدك كان شخص متدين؟ كان شخص متدين، شخص متدين يعني، هو مش متشدد دينيا، لكن كان شخص متدين، يصلي ويقرأ قرآن. يعني كان هو سني، مش مسلم بالاسم زي معظم المسلمين، اي ومش مسلم متشدد زي المتشددين. كان السلفيين وسطي، يعني. لكن كان إيه. لكن كان طب انا شايفه اهو صورة شادي وهو صغير. ده الصورة دي في ليبيا ولا في مصر؟ في ليبيا، في في شاطئ ليبيا. اسمه السويري. طيب طفولتك انت، يعني النهارده الحقيقه الجزء اللي بيأثر فيا جدا في قصتك هي طفولتك، لانه انت مثل لاطفال كثيرين بيمروا بالعنف الاسري ده. كلمني عن الفتره دي من حياتك، ابوك ليبي، امك مصريه، ونشأتك والدتك او انت مع والدتك في على الشاطئ. العلاقة دي كان شكلها ايه؟ والدك راجل متدين، بيصلي، بيصوم، ده جزء من حياتكم اليومية، ومع ذلك الجزء الآخر هو العنف الأسري. كلمني في الموضوع ده شوية. بالضبط. أنا كنت وأنا طفل يعني كنت ديما نتعرض للعنف الأسري، مش بس أنا يعني، أنا وأهل بيتنا كله. لأنه زي ما قلت لكم في الأول، إنه أبوي كان ما يتعاملش بالكلام، كان ديما يضرب وكان ديما يسب. فكان ما يتفهمش، لما يجي نكلمه يضربني، وأمي تكلمه يضربها، اي حد يكلمه يضربه يعني من الاسره بتاعتنا. فكانت، لكن على الصعيد الثاني، امي كانت هي الشخص اللي ديما نلجا اليه، يحضنني، ديما يحبني، ديما يوفر لي كل الامور اللي نحتاجها. يعني كانت امي هي المصدر اللي يعوضني عن اللي يصير، اللي يدير ابوي فيه. أنا شايفة في الصورة اللي على الشاشة دلوقتي، شايفين إنه معاك أختك، مش كده؟ طيب قولي، أنت عندك كام أخ وأخت؟ اثنين 2. أوكي. الكل كان زوز بالليبي. بيعنف؟ نعم؟ بالليبي زوز، طيب. زوز بالليبي زوز. زوز. أوكي خلاص اتعلمتها. طيب قول لي، الكل كان بيتعرض للتعنيف بنفس الصورة؟ يعني واضح ان اختك اصغر منك كتير، كانت برضه بتعنف من والدك؟ لا، كان انا، لانه كان انا اكثر شخص بيعنف، لانه انا اللي كنت يعني الكبير في الكبير. الصوره حتى. فانا اكثر شخص كان بيعنف، هم كانوا لسه اطفال. اعتقد لو كانوا وصلوا لنفس المرحله العمريه اللي كنت انا فيها، كان ابوي بيدير فيهم هيك. والدتك كانت بتعنف أمام الجميع. أول مرة أشوف أبوي يضرب أمي كان في الصف الأول ابتدائي. كان أبوي يضربها ويسبها وينعتها بألفاظ كانت صعبة جدا. أنا كنت واثق يعني 100% إنه أمي بريئة من هذه كل يعني من كل هذه الألفاظ. فأمي كانت
هي مرأة كانت تكسر وتسب وتشتم وتلعن من أبويا. فكنت بشوف كل الحاجات دي قدامي وأنا كنت طفل صغير طبعا يعني. أنا آسفة جدا إنك تعرضت لده، وآسفة لكل الأطفال اللي بيتعرضوا لرؤية مثل هذه المعاملات لأمهاتهم. معظم الأحيان ما بيكونش عندهم وسيلة للدفاع عن نفسهم علشان بس حق إنهم يفضلوا مع أولادهم. طيب، والدتك كانت بتسكت علشان خاطركم؟ هل كان في بينكم حديث في الموضوع ده انت ووالدتك؟ لا شادي؟ يعني هي ايه الدوافع اللي بتخليها تستحمل من الحاجات دي؟ نعم. لكن كنت دايما نسمع في الناس تكلمها تقول لها استحملي علشان عيالك، استحملي علشان بيتك، نعم. ما يعني ما تسيبيش البيت وتمشي لانه اطفالك يعني. فهي تفقد كانت كل بتقهر حقوقها. بالضبط، فكانت بتقهر علشان أطفالها. طيب، ايه اللي حصل بعد كده في يعني علاقتك بوالدتك؟ استمرت زي ما هي؟ هل في احداث غيرت شكل حياتك وانت طفل؟ والدتي انفصلت عن والدي ومشيت من المكان اللي كنا عايشين فيه، وأنا كنت موجود في المكان ده، وكان والدي هو اللي معي. أثر عليا كيف يعني انفصال أمي عن أبوي، إنه كنت نحس إنه خلاص يعني حتى المنفذ الوحيد اللي نطلع من العنف، واللي كان يحضني واللي كان يطبطب علي واللي كان يعطيني الأمان ونحس من خلالها بالمحبة الحقيقية، ما صارش موجود. فهذا كيف أثر عليا؟ أثر عليا إنه صرت شخص عنيف جدا في فترة الإعدادية وفترة الثانوية. في المرحلة الإعدادية كنت نضرب الزملاء في الفصل يعني. في المرحلة الثانوية كنت نصنع مكائد لزملائي، حتى المدرسين كانوا يخافوا مني. أفتكر من كثر ما أنا كنت شخص عنيف يعني، مدير المدرسة في أول يوم قال لي، جابني وقال لي اسمع، هذه بداية يعني سنة جديدة، والسنة الجديدة هذه ما فيش فيها مشاكل يعني، مش عايز مشاكل في السنة دي، من كثر ما انا كنت شخص عنيف يعني. هل كنت بتشوف والدتك في الفترة دي؟ لا نهائيا، لانه كان ممنوع ان احنا نتواصل معها ونكلمها، وكان ديما يزرع فينا انه هذه يعني هذه المرة سيئة وهذه المرة صعبة وامور مثل هيك، ف يعني ما يصيرش نكلمها، ما ينفعش نكلمها، ما ينفعش نتواصل معها، ما ينفعش حتى نعبر عن مشاعرنا باحتياجاتنا ليها يعني. سو ده خلاك تبقى عندك غضب تجاه أمك أيضا، وممكن تكون صدقت بعض الحاجات دي. في فترة المراهقة طبعا طبعا. ومش بس اي امرأة اساسا نشوفها هي ضحية، مش عفوا يعني، ممكن خلني تعبير، او اي امرأة صرت نشوفها ان هي يعني مش عارف اقولها تستحق، بال يمكن انت شفت المرأة تستحق انها تعامل بطريقة سيئة. تستحق، صح، تستحق ان هي تتعامل بطريقة سيئة، لأن هي تخلت عن أطفالها وهي تمشي وهي تدير مثل هذه الأمور يعني. ده اللي انت صدقته ناتج لخبرتك. انت قلت لي انه انت مريت بقى بمرحلة تمرد على كل شيء. هل تمردت على الله؟ يعني انت قلت انا تمردت على ابويا، والصورة اللي موجودة دي انت بتقول انت عملت ضفاير بقى، وانا عجبتني الصورة دي لانك مش بس ضفاير، انت شايل كلب وكلب كمان. ف اشرح لي حالة التمرد دي، وموقفك بقى من الله كان ايه في اللحظات دي؟
أنا يعني كنت عندي مشكلة كبيرة مع التعليم اللي تعلمته مع من أبويا، وكان كل الحاجات اللي أنا كنت، سواء كانت أخلاقيات أو كانت تصرفات المفروض يتقال لي ما تعملهاش أو أعملها، يتقال لي دي صح ودي غلط، فأنا أي حاجة كان هو بيقولها أنا كنت بعمل عكسها مباشرة في الوقت ده. ففي الوقت ده لأنه كنت خلاص كبرت شوية وكان أعلنت يعني استقلاليتي بشكل كبير عنه، فأي حاجة هو ممكن يكون بيقول لي عليها أنا بعمل عكسها مباشرة. كان يقول هو يعني كان يقول إن الولد شعره طويل مش صح، يعني في لفظ يقولوا الليبيين على الشعر همكي، فكنت نعند ونربي في شعري، الكلب نجس نجيبه كلب، مش عارف شنو هكي. فأي شيء كان أبوي يقوله بس لأن أبوي اللي قاله، بس لأنه هو اللي قاله أنا نعنده. طب انت ده، هل الموقف ده خلاك تبص تنظر الى الله برضو بنفس الغضب والتمرد ده؟ ما كنتش يعني ما كنتش مصدق، يعني لأنه أنا وأنا طفل قلت ربي لو أنت موجود، وأنا طفل حتى يعني وأنا صغير، لو أنت موجود ليش تترك واحد بهذا السوء في حياتنا؟ يا تاخذه يا تاخذني. يعني وأنا طفل كان عندي 11 عام يعني أوكي، لأنه أفتكر حتى بسبب الدعوة دي كنت موقف، يعني أنا ممكن أحكيه، هو إنه كنت أنا تعبان وعندي بالمصري سخونية، درجة حرارة. حرارتي كانت عالية، وكانت أمي تتحايل تترجى في أبوي عدي للمستشفى، يعني خذها وروح للمستشفى علشان هو تعبان، فكان يقول لها سيبيه يموت سيبيه يموت. اوكي. فأنا كنت بسمع ده، سمعت ده، فكنت بكره قوي أي حاجة منه، حتى ربنا اللي هو بيمثله، لأنه هو كان زي ما قلت لك هو كان متدين. نعم، مثال الدين في البيت. طيب امتى بقى ابتدت يعني مرحلة تفكيرك في وجود الله وتلامسات الله الشخصية معك؟ هي ما كانتش مباشرة، يعني مباشرة في ليبيا ما فيش مسيحيين، وفي ليبيا ما فيش كنائس. في مرة مشيت لمصر رحلة وكنت قاعد في مكان اسمه البانوراما في الأهرامات. في الجيزة في الأهرامات، وكنت تعبان جدا من درجة الحرارة ومن من يعني من السفر وحاجات كتير كده. ف جي واحد قال لي ده لي كيف، فحكيت يعني شبحت، فقال لي انت كويس؟ انا ما كنتش اعرفه، هو كان بيتكلم بالمصري، فانا قلت له باهي الحمد لله، يعني قال لي باهي انت مش مصري؟ قلت له ايه انا مش مصري، ليبي. فقال لي قعد يفتح في مواضيع كده كانت مملة جدا الحقيقة، مش بيتكلم عن ربنا خالص، بس هو كان بيتكلم في موضوع ممل قوي. بعدين سألني سؤال حسسني انه يعني هو شخص غريب وممكن نحكي معاه في اي شيء، قال لي علاش انا نحس في صوتك نبرة حزن، ليش انت حزين هيك؟ فقلت له بيش انه واحد اثنين ثلاثة اربعة، وسيدي واحد يا ابويا يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة، وحصل واحد انت انا ما اعرفوش قبل كده يعني واحد ومش عمرك هشوفه. ما شفته قبل كده جه قال لك انا حاسس انك حزين، فتحت له قلبك. احنا عندنا صورة لانه ليك وانت في الهرم على فكرة، يا ريت نحط الصورة دي اهو. وابتدى يحكي معايا، لما انا ابتديت اتكلم عن انه والدي كان شخص سيء جدا، فابتدى يقول لي جملة كانت بالنسبة لي صادمة جدا. عشان هي قال لي انه حتى لو ابوك الارضي كان بهذا السوء
أبوك السماوي رحيم وحنين. هم فقلت له أنتم النصارى أنتم إيش معناها يعني أبوك؟ من أبويا اللي في السماء ده؟ قال لي إحنا المسيحيين بنقول على الله أبونا. فقلت له كده بالحرف، قلت له أنتم النصارى تقولون على الله أبوي؟ فقال لي آه. قلت له فرصة سعيدة وسلمت عليه ومشيت. صدمت ما بكلامه. يعني اه يعني اوكي يعني لانه لو انا نظرت لله على انه ابوي، انا صورة الاب عندي مشوهة، صورة الاب عندي قاسية. فلو قلت ان الله ابونا فالله شبه ابويا، فالله يبقى صعب علي. اي اوكي بعد كده رجعت ليبيا واشتغلت شوية، وبعدين جات لي فرصة شغل إني أروح مصر، فسافرت مصر. فكنت معلش يا الجزء ده شادي، يعني شادي عيد لأن تاني كله الحتة دي، كان حتى سوري عيد تاني. سافرت، قلت سافرت مصر. سافرت لمصر. يعني جات لي فرصة شغل إني أسافر لمصر. اتفضل. يا بعد ما سافرت مصر قعدت، كنت قاعد في قهوة كافيه يعني، بس قهوة بلدي، وكنت وقتها أنا مدخن، فكنت بشرب الشيشة. فقاعد بشرب الشيشة وكنت شايف على الطريق من الناحية التانية راجل يعني كبير، شبحت راجل كبير ويحمل طفل صغير. فالطفل عمال بيضرب أبوه، وأبوه كان مبتسم. ده بعد موقف الأهرام بسنين يعني. يعني أنا رجعت ليبيا وبعدين سافرت مصر بعدها مرة تانية في مصر حوالي سنتين أو حاجة. فبعدين فقلت في نفسي إنه يا ده في أب كويس أهو، يعني إيه الحلاوة دي؟ ده في أب حلو يعني. يعني دلوقتي فخدت عايزة أوقفك في الحتة دي. أنت دلوقتي كشخص عارف المسيح وعارف الأدوات اللي بيستخدمها الله معانا على الطريق، تفتكر إن دي كانت تعاملات مباشرة مع الله علشان ينبه قلبك لأنه في صورة تانية ليه؟ الله ذكرني مباشرة في هذا الموقف بالجملة اللي سمعتها من سنين من الشخص اللي كلمني في بانوراما الهرم. رائع. قال لي الله أبونا حنين ورحيم. فلما سمعت هذه الكلمة، يعني لما رأيت الشخص هذا وهو يعني ابنه يضربه وهو فرحان ومبسوط، فيعني شنو هذا؟ ذكرت هذه الكلمة، ولما ذكرت هذه الكلمة حسيت جسمي يعني بالمصري كده بيأشعر. وابتديت أحس إنه إيه ده، الله أبونا السماوي، أنا لازم أعرف المسيحيين أو النصارى، كنت بقول عليهم النصارى دول بيفكروا في إيه. وفتحت روحت لحوشنا لبيتنا وفتحت البيت وفتحت الكمبيوتر يعني، وابتديت أكتب على البحث في ماذا يعتقد المسيحيين. في الوقت ده ابتدى يظهر لي ماذا يؤمن المسيحيين، وصار عندي يعني شبه صورة كاملة عن الإيمان المسيحي، شنو هو، شنو الاعتقاد، شنو الكتاب المقدس، أشياء يعني بسيطة هيك عن كل شيء، بس يعني صورة كاملة. بعدين قلت لا يعني ما يصيرش انه نعدي لدين تاني وانا يعني جاهل في الدين في أمور اللي انا دينك. اتولدت عليه أيوة. بالضبط. يعني أنت فمع في اني المرحلة دي حطيت دينك على جنب وابتديت تبحث عشان تعرف إيه هو تفاصيل الإيمان المسيحي دي، وأنت بتبحث البحث ده لقيت إنه في قبول للأفكار المسيحية؟ طبعا طبعا يعني اكثر شيء صادم كان بالنسبه لي هو قول المسيح انه وان كنتم انتم يعني اباء سيئون تستطيعون ان تعطوا ابنائكم عطايا حسنه، يعني فما بالكم أباكم الذي في السماوات؟ فما بالكم اباكم الذي في السماوات. نعم نعم في حسيت انه انا خلاص بأميل ناحيه نعم الايمان ده، يا فوقف
لأنه أنا محتاج إني أتفقه في أمور ديني وأتعلم الحاجات الإسلامية وبعدين نشوف نقارن بينهم. انت شخص مثقف وبتاخد قراراتك بتفكير، فواضح ان الله تعامل معاك حسب نظام تفكيرك، يعني اشتغل على حتة القلب لكن ادالك ايضا التفاصيل اللي تخليك تكون مقتنع فكريا وقلبيا، وبعدين الخطوة اللي بعد كده انك تقول طب يعني اعرف ايه بقى عن الاسلام. ايه الادوات اللي استخدمتها بقى في انك تعرف تفاصيل دينك وتقارنها؟ أول شيء إنه صرت نمشي أروح للجامع وأصلي وأتقرب إلى الله، مش لأني أريد أن أتقرب إلى الله بس كان خوفا منه، لأن تربيت على ثقافة الخوف. ونفس وأنا كده كده كنت حافظ القرآن كله، لأنه من طفولتنا نمشي لدار يعني نروح دار، احنا عندنا صورة ليك وانت في الجامع لكن كمان ممكن نحطها. كمل، الصوت قطع شوية يا شادي، اتفضل. يعني يبتدي من فين؟ يعني سامعة قطعنا فين؟ دلوقتي، سامعة. انت بتقول ابتديت تروح الجامع و أتقرب إلى الله ونصلي، مش علشان أنا عايز أتقرب إلى الله لأني خايف، أنا كنت بتقرب إلى الله على أني خايف. هذه هي الثقافة اللي أنا تربيت عليها وتعلمتها وحتى تورثتها يعني. فنعبد الله لأنني أخاف منه، حتى في الوقت الذي نبحث عن الله فيه نعبده باش خايف منه. دقيقة واحدة يا شادي، عايزة أقول حاجة للعابرين اللي بيسمعونا النهاردة. على فكرة اللي أنت بتقوله ده مرحلة بيمر بيها كتير من العابرين، حتى أنا نفسي مريت بيها. بنفتكر إنه يمكن لو صليت وعملت كل الفروض فأفكاري تتصلح، أو مثلا يكون أشوف الدين بشكل أفضل، يمكن أنا عشان أنا وحشة أو ما بعملش الفرائض اللي عليا. فدي مرحلة طبيعية يمكن بتحصل لكتير من العابرين. هل دي كانت دوافعك؟ مظبوط، انه اوكي. اني بس يعني لو تقربت الى الله وتعرفت عليه وفهمت ديني ممكن الامور اللي انا فهمتها تتصلح. ممكن يكون في نصوص حتى لو مخالفه في التعبير أيوة. متشابهه مع حته ابناء، ان كنتم اباء سيئين تستطيعون ان تعطوا ابنائكم عطايا جيده فما نعم بالكم اباكم الذي في السماوات يعني. نعم ف لكن لما ابتديت نقرا في القران وفي السنه شن هذا العنف، يعني القران نصوصه كانت عنيفه، الايات القرانيه عنيفه، حيرتني شويه ايات الناسخ والمنسوخ يعني. وحتى لما مشيت للتفاسير بتاعت الناسخ والمنسوخ شن هي يعني شن هي الناسخ والمنسوخ؟ شن هي الآيات الناسخة وشن هي المنسوخة؟ نعم يعني القرآن ما وضحش إيه بالضبط الناسخ وإيه هو اللي منسوخ، كان مجرد اجتهاد من العلماء المسلمين إن هم يحطوا افتراضات إيه اللي ناسخ وإيه المنسوخ يعني، وحاجات شبه كده. يعني القرآن ساب المسلمين في حيرة، بالضبط ده اللي أنا ودي شفته. يعني دي من العلامات الهامة اللي احنا بنشوفها كعابرين، انه دائما هناك صورة اخرى، فكر اخر. القرآن لا يحسم امور الحياة الروحية والعلاقة بالله. تفضل. في نفس الوقت ده شايف انه الاحاديث كمان في احاديث لا مش عارف عقلي يقبلها، زي حديث القردة التي زنت، زي الضاع الكبير، لا. زي امور يعني امور زي كده انا مش عارف عقلي يقبلها. نعم. وما كنتش يعني، وحتى في الحتة دي كنت شايف ان الله يعني يسوع المسيح كان بيتعامل معايا في الجزء ده، لانه انا ما كنتش بدور على الحاجات دي اللي كانت تظهر لي يعني. انا ما كنتش انا كنت بقرا ونقرا في القران ونقرا في السنه، نعم. لكن الحاجات دي كانت تظهر قدامي فانا اتفاجئ واقول ايه الكلام ده، ايه اللي موجود ده.
لحد. وكمان قريت في سورة يعني من حوار بين الشيطان وما بين الله، وهو بيقول له كما أغويتني. بعدين رحت جاري كده فتحت التفسير، افتكر الوقت ده لما فتحت التفسير لقيت التفسير بتاع كان طنطاوي شيخ الأزهر السابق، قال ربي بما كما أضللتني لو سوف أضللنهم أجمعين. الله هو اللي ضل للشيطان، فقلت صعب قوي. بعد كده ابتديت هو إذا أقارن كان بقى في الله عقلي أضل الشيطان، إذا هو الله اللي أضل باقي الناس كمان. ف يعني المصير كمان الأبدي، المصير الأبدي هو في يد الله، يا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. صح فكل الحاجات الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما هو مصيره الأبدي. ولما نقرأ عن جهنم إن منكم إلا واردها كان على الله حتما مقضية، يا حتى لو أني صالح وحتى لو أني شخص متقرب يعني يتقرب إليك، حتى لو أني شخص وحتى لو أني شخص يحاول بقدر الإمكان أنه يكون شخص طيب وصالح، يا إن منكم إلا واردها مش عادل. الآية دي كمان، أو يعني من الآيات اللي كانت أنا شخصيا بترعبني، وكتير من المسلمين بيمروا عليها كده مرور الكرام، يعني يعدوها كده، لأنه لو وقف وفكر واقعيا في أمر هذه الآية هيعرف إن هو حسب قول إله الإسلام دخل النار، دخل النار مفيش يعني لا مفر، وده شيء مرعب جدا. ضيف لده كل اللي اتعلمناه في خلفياتنا عن شكل النار ايه، تعاملات الله مع الناس في النار ايه، العذابات اللي هنقابلها في النار ايه. الحمد لله ان احنا يعني اشكر رب ان احنا ليس لنا علاقة بده دلوقتي، لكن طبعا دي حاجات يتوقف عندها العابر او الباحث، لكن يمكن المسلم بيبقاش واخد باله منها. في الوقت يعني كان أكتر حاجة بتخوفني بعد ما دخلت وتعمقت في الإسلام شوية، هي إنه أنا مصيري هيكون النار. أيا كان أي حاجة هي مصيري هيكون النار. أنا زمان حاولت أنتحر، حاولت أنتحر أكثر من مرة، وكنت ببقى برضو خايف يعني وانا بنتحر، لكن كنت ببقى متألم قوي، فكنت بأقدم على هذه الخطوة وانا مش متخيل انه انا اروح النار ولا الجنة، مش مهم مش مهتم. لكن في الوقت ده كنت لما ابتديت ادور على ربنا ابتديت اخاف قوي من حتة انا هروح فين، انا هروح الجنة ولا هروح النار، حياتي ومصيري الابدي هيكون عامل ازاي وكيف. اوكي فده كان مرعب بالنسبة لي. طب خلينا ناخد وقفة بسيطة هنا وناخد مكالمة. يا ريت تقولوا لي مين معايا. الأخ أنيس من الجزائر، أهلا بيك، سلام المسيح أخونا، سلام. سلام ونعمة، أهلا بيك، تفضل. كيف الحال؟ نشكر الله، أهلا بيك، الحمد لله. تفضل. أنا أنيس من الجزائر. أهلا بيك أخونا. أنا من زمان بتابع البرنامج تاعكم. يشرفنا. لي شرف ثاني. وأنا أشاهد الحلقة، والأخ جار من الجيران، هو من ليبيا أنا من الجزائر، نفس العقلية نفس العادات نفس التقاليد، ايوه اي وكذلك نفس عادات الشعب. ما مثلا كيف أقول لك، المجتمع الذي أعيش فيه والذي أعيش فيه أنا هو نفس الشعب، نفس الرؤية، نفس كل شيء. نعم نعم مثلا أنا قررت أبحث، اي والبحث ماذا يقودك إلى الحقيقة. أمين أنا وجدت، نعم الحق، بعد تقريبا عامين البحث المضني وأنا أي أبحث في الكتب، وأيضا كنت أتابع البرنامج وعدة برامج في القناة. المجد للرب. آمين.
وبعد مضي هذه السنوات العامين هذه، قررت أني يجب أن، كيف أقول لك، سامحيني لكني لا أستطيع الحديث، فأنا فرح جدا الفرحة و... نعم أنا سامعاك، كمل. أنا عايز أسمع تعبيرك عن اللي ربنا مديهولك، اتفضل. حسنا. أنا اكتشفت الحقيقة واكتشفت من هو الرب، نعم. لكنني أعاني نوعا ما مع المجتمع، لم أجد ضالتي مع المجتمع، لم حقيقة لم أصارح الأهل، لم أصارح أي أحد. أنا الآن في المنزل وحدي، تجرأت اليوم لكي أتحدث معكم لأنني لم أستطع أن أقول لأي أحد واحنا وأريد. احنا كاخواتك في الرب بنرحب بيك ونبتهج بيك، والسماء كلها، الكتاب بيقول كده انه السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. الرب يسوع نفسه مبتهج بيك النهارده. خليني اسألك، انت صليت مع حد واعلنت ايمانك بالمسيح؟ لا، لم أصلي مع أحد، لكن قمت بترتيل بعض العبارات شفتها في يوتيوب مع العديد من العابرين وقمت بترتيلها. طب ايه رأيك نصليها مع بعض النهاردة؟ نعم، خلينا نصلي ده مع بعض النهاردة. تحب تصلي ده معايا دلوقتي؟ نعم أصلي، لكن لو سمحتي أنا أعيدها بشهر، لا أستطيع، أخاف أن يدخل عليه أحد إلى المنزل طيب لو سمحتي. انا هصلي وانت قول امين، وبعد الحلقة أرجو أنه يفضل رقمك موجود معانا، كمان رقم الواتساب اللي موجود على الشاشة بعد شوية هتشوفه، ممكن تراسلني عليه. خلينا نصلي معاك. حسن، يا رب أنا آتي أمامك كإنسان خاطئ ومحتاج رحمتك. أشكرك على إعلاناتك، أشكرك على محبتك، أشكرك على محبتك، أشكرك لأنك أنت الإله الصالح. أشكرك لأنك أنت الإله الصالح، أقبل عملك على الصليب من أجلي، أقبل عملك على الصليب من أجلي، وأبتهج بخلاصك اليوم. وابتهج بخلاصك اليوم. آمين آمين. مجدا آمين للرب، آمين مجدا للرب. أخويا أنا المجد. هفضل على اتصال بيك. أنا عايزة شادي يصلي من أجلك. شادي، يا ريت تصلي من أجل أخونا، أو ليك كلمة تقولها له، اتفضل. يا رب يسوع، بشكرك يا رب من أجل محبتك، نشكرك يا رب لأنه أنت إله عظيم يا رب، لأن أنت إله أحببتنا وأتيت بنا يا رب من الظلمات إلى النور يا رب، أنت جئتنا يا رب زرتنا وإحنا يا رب ما نستحقش، لكن يا رب أنت يعني بمحبتك الكاملة ومحبتك العظيمة أنت أعطيتنا إنه إحنا نصير أبنائك يا رب. أشكرك من أجل أخوي يا رب، أنت تكون بتقوده في الرحلة يا رب، كما تقول الترنيمة أنه اللي يبدأ الرحلة ما يتركناش في نص الطريق، لكن أنت يا رب إلهنا الصالح وأنت إلهنا المحب. أشكرك يا رب لأنك أنت تضيء يا رب له في الظلمة، لأنه نور، النور يضيء في الظلمة، الظلمة لا تدركه بتاتا، في اسم المسيح. أمين امين امين. أمين. بص يا اخويا، انا عايزه اقول لك حاجه. انت لسه معايا مش كده؟ نعم اوكي. الكتاب بيقول انه الله الذي بدأ العمل الصالح فيك هو اللي هيكمله، وانه محبه الله تخرج كل خوف من قلبك خارجا. تمسك بمحبه الله، واحنا معاك وهنتابع معاك ونكمل معاك الطريق في اسم يسوع. أمين امين. أمين ربي يبارك. طيب شادي، معلش معانا مكالمة تانية. سلام المسيح. أخونا سايمون من ألمانيا، سلمى من ألمانيا، أهلا بيك يا سلمى، اتفضلي. الأخت سلمى، ألو، غالبا سلمى مش سامعاني. أوكي،
طيب بنرحب بيكي، تكلمينا تاني يا سلمى. نعم اخت سلمى، الو، اهلا اهلا اخت ازيك؟ سلمى، تكلمي جدا، انا معاكم. اهلا حبيبتي، اتفضلي احنا سامعينك. اوكي. طيب، مساء الخير. مساء النور، اهلا مساء بيكي. النور. اوكي. شكرا كتير جدا. هو انا كنت بس ايه كنت كنت عاوزة اتكلم معاكم في موضوع، ما دام الموضوع ده يخص المرأة. اوكي. ف كنت عاوزة أسأل سؤال، عشان عندي واحدة صاحبتي، أنا كنت اتكلمت امبارح مع قبل امبارح مع الأستاذ يوحنا، القس يوحنا عندكم، أنا بتكلم معاه يعني على تواصل. فامبارح ما لحقتش إني أتكلم معاه، النهاردة كان عندي معاه موعد، يمكن أنا اتأخرت. هو الموضوع ما فيه إن الموضوع ما فيه إن عندي واحدة مسيحية صاحبتي، أوكي، أرثوذكسية، جوزها بيضربها وجوزها بيعنفها كتير جدا، والأولاد يعني حالتهم صعبة جدا، إنهم بيعيطوا ويقولوا ماما لازم تطلقي بابا، مش عاوزين نفضل معاه وكده، هو بيعاملك وحش جدا، ويعني يمكن كمان يكون عندهم يتعقدوا من الجواز ويتعقدوا من الحياة الزوجية، وممكن إنهم يعني طب خلاص يا ما سلمى، يحبوش الزواج زي ما سلمى، انا فهمت، انا فهمت انت عايز تقولي عندك واحده صاحبتك مسيحيه وجوزها بيعنفها وعيالها بيعيطوا وكل الكلام ده، انا فهمت كلامك. بصي حبيبتي، ممكن بس اكمل معلش لك. دقيقه واحده. اولا خليني اقول لك انه القس يوحنا على قناه اخرى، فتقدري تكلمي على الارقام دي، لكن هرد عليك يا سلمى. المقياس في حياه الناس هو الكتاب المقدس. الناس دايما ما بيخطئوا، فأخطاء الناس لا تقاس على ما نحطهاش على الله. لما الله يقول، إنك الكتاب المقدس بيقول كده، إنه الرجل يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة، يعني يموت من أجلها. لكن القرآن بيقول للرجل إنه يضرب مراته ويعنفها وإنه ده من حقه. أوكي. طيب أنا بشكرك على سؤالك، وأسفل إنه وقت البرنامج بقى قصير. لو تحبي تكملي حديث معايا، عندك رقم الواتساب تقدري تكلميني عليه أو تسيبي لي رسالة. شادي، قدامنا ربع ساعة، أنا عايزة أوصل بقى إيه الزبد. اتفضل. اوكي. أنت دلوقتي بحثت في المسيحية، بحثت في الإسلام، وبعدين؟ بعد كده تريد أقارن الأشياء اللي موجودة في الإسلام والأشياء الموجودة في المسيحية، أقارن آيات القتال في المسيحية والوعظ على الجبل من كلمات المسيح. فيعني بالمصري في جملة أنا بحب أستخدمها جدا اسمها اتسحلت، اتسحلت جوه الوعظ على الجبل، ايوه وابتديت أحطها هي المقارنة اللي قصادها اي حاجه، يعني اي حاجه قصادها الوعظ على الجبل. المقياس. فالمقياس صح. فيعني بقيت ابص كده على انه ازاي المسيح بيتعامل مع الاشخاص اللي بيضطهدونا، ازاي المسيح بيتعامل مع الاشخاص اللي يعني اللي هيقتلونا، الاشخاص اللي كل اللي هيعنفونا، ازاي المسيح هيتعامل مع هؤلاء الاشخاص يعني. فلقيت ان المسيح بينط مباشرة على واقع الحياة، صراع الاخلاق اليومي، الشهرة والتعصب، الزنا، الغضب، القتل. مش هو بيقول اعملوا كده، هو بيقاوم ده. لقيت ان المسيح مش بيقاوم الانسان من اجل تغيير معتقده، لقيت المسيح هو بيقاوم الفعل والسلوك اللي بيستعبد له الإنسان، مش الإنسان نفسه. موقف المسيح مع السامرية، موقف المسيح مع الممسكة في ذات الفعل ودول نساء، فكان بالنسبة لي أنا ما شفتش حد كده في إنسانيته. فقلت إنه لا، أنا مرتاح فعلا جدا للكلام ده، مرتاح قوي للكلمات اللي موجودة في الكتاب المقدس. عملت حاجة كوميدية قوي، ودخلت مشيت لغرفتي، سكرت الباب وجبت شمعة ولعتها، وقعدت أقول
لو انت الله المسيح الحقيقي طفي الشمعة، لو انت اله حقيقي طفي الشمعة. وقعدت وقت طويل قوي بعمل كده يعني، مفيش حاجة تطفي. فحسيت انه يعني اتخذلت، حسيت يعني بخذلان المسيح. مش ده اللي انا قريته في الكتاب المقدس يعني، المسيح اللي تطلبه تجد وقراءه يفتح لكم، اسألوا تعطوا. فانا عمال بقول له يا رب لو انت الاله الحقيقي ده من فضلك طفي الشمعة دي، فما كانش ده بيحصل. فقعدت ابكي قوي لانه كده انا اتحطيت في مراية قدام نفسي، وهي انه انا مش عارف انا اروح فين. ايوه، ما هو كده كده ربنا بقى مش حقيقي، فانا مش عارف انا اروح فين. ده كان تفكيري وقتها حسب انا كمان حسب الاختبار اللي انت حطيته على الله. بالظبط. بس لما نمت لقيت انه يعني حلمت حلم، الحلم ده عبارة عن اني شايفني وانا نايم، وفتح وصحيت من النوم في غرفة شديدة الظلام، غرفة مظلمة جدا، وكان الباب جاي يعني جاي من تحته ضوء شديد جدا. فتحت الباب ده مرة واحدة كده، فحسيت انه الضوء تعب لي عيوني، فسكرت الباب مرة تانية. ففتحت الباب تاني بس بشويش بشويش، فريت خضرة يعني كيف مزرعة كده، غابة وطريق في النص طويل هيك. خرجت من الغرفة ومشيت في الطريق هذا، ونحكي سعي خرفان كتير، خروف كتير. الخرفان الكتيرة دي لونها أبيض كلها، وأنا عيني جت على خروف لونه أسود. الخروف لونه أسود، كان شكله وحش جدا جدا جدا. فمشيت للخروف الأسود هذا وحضنته، لأنه هو شكله مش باهي، شكله مش كويس، صعب عليك. وهو الوحيد، صعب عليا، هو الوحيد اللي لونه أسود. كلهم هم جماعة هيك وهذا لوحده يعني. فرحت للخروف ده وشلته، كنت عمال في الحلم بعيط على الخروف الأسود ده، وبعدين بلف بظهري فلقيت المسيح في وجهي. فأنا مش عارف مين ده، وكانت أول مرة أشوف حتى شكله يعني، وكان شكله حلو قوي يعني. فقلت له من أنت؟ فقالي أنا هو الطريق والحق والحياة. فقلت له مرة تانية إيه باهي يعني من أنت؟ فقالي أنا الطريق والحق والحياة. فقلت له مرة تالتة إيه، فهمت الجملة بس يعني من أنت؟ فقالي أنا هو الطريق والحق والحياة. أمين. فحسيت أنه أنا مش فاهم من هذا الشخص يعني اللي يقول عن نفسه أنه هو طريق وحق وحياة، الشخص نفسه. فقلت له يعني باقي خلاص ليه كل ليه كل الخرفان دول لونهم أبيض؟ فقالي هدول خرافي تسمع صوتي، أنا نعرفها خراف بتاعتي. قلت له معي ليش هذا الكبش الخروف ده لونه اسود؟ ليه الخروف ده لونه اسود؟ فقال لي الخروف ده انت. فابتديت اعيط في قدامه واقول له وانا ليه لوني اسود؟ فقال لي لانك انت ميت. قلت له وانا ليه ميت؟ قال لي لانه انت اخترت لنفسك الموت. على الرغم من اني كنت بحاول زي ما قلت في الاول اني بحاول اني انتحر، واحاول اني انا مش بحب حياتي، لكن كنت خايف جدا من الموت في الوقت ده، في الحته دي، في الجزء ده. لقيتني بقول له لا انا مش عايز اموت، ما نبيش نموت، انا ما نبيش نموت كده بصراخ. فقال لي من امن بي ولو مات فسيحيا. فقلت له خلاص أكون مؤمن بيك، أنا هكون مؤمن بيك. فضرب بالعصا بتاعت الراعي على الخروف الأسود وأنا صحيت من النوم. بعدين قلت أروح بقى يعني أقرب كنيسة علشان أشاركهم يعني عن إيماني وكده، ويعلموني أو يفهموني أو يقولوا لي أي حاجة أعمل إيه، لأن أنا مش عارف المفروض إيه اللي أعمله. اولا اشرح لي شعورك لما صحيت. انت قلت لي
انا شكرت ربنا ان الشمعة ما اتطفتش. صح. يعني اول حاجه لما صحيت، انا صحيت فرحان لانه انا مش ميت، يعني لانه خلاص ما بقتش هموت. ثاني حاجه انه لو كان ان الله اتعامل معايا بان الشمعه كانت انطفت، بعقليتي انا كنت هقول ان الهوا اللي طفى. يا بعد شوية ف ممكن تشك. بالظبط، بعد شويه هشك. يا فالله اتعامل معايا من خلال شيء انا مستحيل اكون بقول ان، يعني ان ده في عامل، في عامل هو اللي عامل كده. يا احيانا احنا بنطلب من الله معجزة بصورة معينة، لكن الله بيكون عايز يدينا بركة اكبر كتير. احنا قدامنا يعني حوالي 5 6 دقائق. انا عايزاك تقولي خبرتك جوه الكنيسة في دقيقتين. انا عارفة انك تقدر تعمل كده. اوكي. انا مشيت للكنيسه، اترفضت من المسيحيين، يعني من الكنيسه في اول مره. بعد كده رحت كنيسه تانية وما فقدتش الامل، وبعدين تلمت وتعلمت، وبعدها اتعمدت وصرت شخص مسيحي. نعم، اعلنت صوت قطع شوي. صغيره كده. في اليوم اللي انا تعمدت فيه، هو رحت شاركت والدتي بإيماني، أمين. ورحت اتكلمت معاها يعني في الإيمان، في الشيء اللي انا اعتقدت فيه، والشيء اللي انا بقيت مؤمن بيه، والشخص اللي انا بقيت بصدق فيه وبحبه. فانا اتعلمت واتلميذ وتعمدت. بعد رؤيتي للمسيح وهو بيقول لي انه من امن بي ولو مات فسيحيا، وبعد ما اترفضت لانه خلاص كان الله هو اللي كلمني بنفسه، فانا عرفت ان الله هو يريدني وهو ابويا السماوي اللي يحبني، فحتى لو اي حد يعني رفضني فالله يحبني. طيب شادي، انت اتكلمت في الاول انك كنت شخص غاضب جدا، حزين جدا، حاولت تقتل نفسك، كنت غضبان على والدتك وعلى والدك. هل العمل اللي عمله الله في حياتك مش بس الشفاء؟ يعني كلمني عن الشفاء الشخصي اللي ربنا عمله في حياتك تجاه اهلك، تجاه مجتمعك، تجاه المرأة بشكل عام سريعا. أنا صرت شخص يطالب بحقوق المرأة، حقوق المرأة اللي أنا كنت نشوفها إن هي، يعني في ليبيا والمجتمع الليبي حتى يعرف كده، إن المرأة بتلبس تلحيفة كده على وشها، عين بس اللي بتبان منها. فالمرأة هي كائن، هو آلة لتفريغ شهوة الرجل. هذا كان بالنسبة لي يعني. وكنت بفكر في وكنت طول الوقت عندي عقدة من النساء، لأن أمي تركتنا، أمي بتضرب، أمي بتضرب وتسكت، ما كنتش فاهم إن هي بتعمل كده تضحية. فكنت متضايق قوي من الستات، فابتديت أبقى شخص حقوقي نسوي، بتطالب بحقوق المرأة. وهذا أكثر شيء حسيته لما صرت شخص مؤمن، إن المسيح نفسه تعامل مع أخلاقياتي. صرت إنه أنا من حق أي شيء يدير اللي هو يعمل اللي هو عايزه، هو حر. الله يعني كلنا في الموازين اللي فوق، فمش من حقي افرض على حد حاجه، لا دين ولا معتقد ولا سلوك ولا حياه. طب فحسب يمكن السؤال الأصعب، إزاي الله تعامل معاك في موضوع والدك؟ هل حصل بينكم سلام، غفران، أنت شخصيا جوه قلبك؟ أنا كلمته وقلت له قبل ما يموت. هو كان، هو قال، هو اللي قال عن نفسه إن هو خلاص أنا مت وهو مات. فأنا كلمته وقلت له إنه انت عملت كل ما يخليني ابقى غاضب، وكل ما يخليني اكون مش شخص عنده اخلاق. انت خليتني شخص ممكن يطلع يبقى مجرم، شخص ممكن يبقى قاتل وعنيف، لكن انا تعرفت على ابويا الحقيقي، ابويا المسيح، ابويا الاب اللي يحبني محبة غير مشروطة، واللي يعطيني سلام داخلي. فأنا، وهذا قالي في لكي أنال الغفران لابد أني أغفر.
وأنا أحبه جدا، فنحب نسمع كلامه. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسيئين إلينا. ولأنه هو في يعني عندي مكتوب كيك، يعني خذ أخاك وعاتبه بينك وبينه، وبعدين خذ اثنين وثلاثة، وبعدين خذ الكنيسة. لو ما سمعش منك فيكون عندك كالعشار والوثني، يعني أنت تحب وتعمله الخير. فهو كان حتى بالنسبة لي كالعشار والوثني، ما زلت أنا نصلي إنه الله يكون بيضيء له حياته ويغفر له. أمين. ويفتقد. طيب أنا عندي خبر كويس للمشاهدين، إحنا هنكمل مقابلتنا بكرة مع الأخ شادي، بس هنكون على صفحاتنا، جميع صفحات قناة الحياة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، في لقاء خاص مع القس ياسر وشادي وأنا، هنتكلم عن مبادرة مسلم سابق. أنا النهاردة سميت الحلقة رسالة عابر من ليبيا، لأني الرسالة اللي أنا سمعتها جوه قلبي من يعني مقابلاتي مع شادي في الانترفيو، كانت رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة غفران. الله غسل قلب شخص فأصبح هذا الشخص رسالة سلام. فأنا سعيدة يا شادي بشهادتك للرب يسوع، سعيدة بما صنع في حياتك، والنهاردة يعني بشكرك على حضورك معنا، ومتطلعة إلى لقائنا غدا كمان مع القس ياسر واللي الرب هيعمله في الحلقة اللي جاية. لكن خليني أتوجه العفو حبيبي، خليني أتوجه لمشاهدينا النهاردة برسالة خاصة لي. انت شفت انه الله يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد، وقف وقال لشادي انت خروف اسود على انك ميت، لانك ميت. على فكرة كلنا اموات بالخطايا، الخطية بتموت القلب والفكر وبتموت الروح في النهاية. النهاردة الله عنده رسالة يقولك انه انا هو الطريق والحق والحياة، اعطيك الحياة إذا قبلتني. زي ما شفتوا أخونا من الجزائر النهاردة حياته اتغيرت بيسوع المسيح وأعطى نفسه للمسيح والله أعطاله خلاص. النهاردة هذه الرسالة موجهة لكل شخص وشخص بتسمعني النهاردة، الله يحبك ويقدر أنه يغير حياتك، ويعني تطلع إلى الشفاء الداخلي اللي يستطيع أن يعطي ليك وليكي فقط يسوع المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة. أشكركم أحبائي على المتابعة، وألتقي بكم غدا على صفحتنا في الفيسبوك مع حلقة جديدة على البث المباشر، وإلى اللقاء.